الزواج العرفي تلقوا نفرين قعدوا في الجامعة، يتلاقوا في الجامعة، فهمت؟ كان في الثانوي ده بيجاي ودي بيجاي، يتلاقوا في الجامعة وطبعا عندهم صدمة حضارية، يقول لك بالله قاعدة معانا طوالي في الكنبة، فهمت؟ يكون زول كويس خش الجامعة كويس يجي يغشوا الجماعة ده، وده اللي بيستغلوه المجرمين ديل، مشي يقعد معاه ويضيع دينه ويضيع أخلاقه، فهمت؟ يجوا الجماعة ديل كمان باسم الدين، فهمت؟ يقول له طبعا كونك أنت تمشي تقعد معاه كده كلام ده صح، يعني ما تقعد معاه وكده، أنت المفروض يعني تكون زول راجل ويكون بيناتكم في علاقة شرعية. ها في علاقة شرعية ما شنو يا معلم؟ يقول لك طبعا في حاجة اسمها الزواج العرفي، يعني افتبه علماء كبار، يعني أنت تسمع علماء كبار تقول ده ابن عباس وابن عمر والإمام مالك وكده، يكون افتبه ثلاثة صعاليق جوا الجامعة، والله لا يسوى نعل حماري أبيه، ما بيسوى إيش، فهمت؟ يقول لك الزواج عرفي كيف؟ يقول لك طبعا أنا أجيب شاهندة وشارزات تجي تشهد لنا إنه أنت تزوجت البتاعة دي، يجيبوا لهم ثلاثة بزيانوس ويقطع له ورقة من الدفتر وقد زوجتك نفسي، قبلت زواجك، وذاك بعد ما يورطهم يقوم ياكل الورقة، وذاك يمشوا كأنهم عرسان، يقول لك يا سلام بالله يعرسوا بتاني يوم امبارح، يا سلام عليهم، يا سلام يا زينة عليهم، يا حسرة عليهم، ده زينة ده، ده ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل 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 وهي زاني. وانت ان رفضت كلامنا، فهمت؟ ودي نصيحة للبنات، الولد ده لو عمل مصيبة وحرام ما يعمل، لكن لو عمل مصيبة ثلاثة أربعة شهور الموضوع بيغتوه، لكن انت لو عملت مصيبة بعد ذاك أبوك يبشنب بيجي جاري، وأنا كنت راجل الرجال والوداكي وريني العمل معاك، العملية دمنه وطعنه بالسكاكين والجماعة حجزوا وراح نمشي نعقد له، ويا مولانا شوف لنا طريقة، ما عندي لك أي طريقة، يغيموا فيكم الحد بس. ده سببه شنو؟ ده سببه عطالة هنا جو أفتون فتوى سيئة، زواج عرفي وغيره. عشان كده احنا نصيحتنا للشباب: خليك زول عفيف، ابعد من البنات، بيجيك الشيوعي والشعبي والتنظيمات دي كلها، حتى الكيزان عندهم الحب الاسلامي او الخلط الاسلامي، يقول لك طبعا عشان يكون الخلط بتاعكم اسلامي انت ما تتلصق، لو تلصقت ده ما بيجوز، لكن لازم يكون المسافه بيناتكم متر 99 سنتي، ما بيجوز 90 سنتي حرام، لكن لازم يكون في خلط متري، فهمت؟ تكون شايل لك متر واقف حرام حرام ارجع كده بيجوز يا زول، ده لعب ساكت بالدين، فهمت؟ يجي يلعبوا بيك، خليك زول عفيف، فهمت؟ وخليك زول بيقول عليك زول متخلف وزول رجعي وزول راديكالي، فهمت؟ وزول منكفي وزول متقوقع وزول ناطي من العصر الحجري وزول قول لهم تمام، لكن شادي حيلي راجل واحد تلقاه ملصق له جنبيت ست ساعات، تقول له يا مولانا في شنو؟ يقول لك لا والله ما في حاجه، ما دي زميلتي ما في أي شيء، يا زول ما في أي شيء، أي حاجة ما في أي شيء، يقول لك والله ما في أي شيء، كويس، والله أنت عارف بطريقتك دي، بطريقتك دي أنت مشكلتك كبيرة جدا، هاي ده المفروض طوالي يعملوا له سمكرة وكده وينزلوا له الكتينة بتاعته، بعد ذاك يمشوا يشوفوا الروكر بتاعه شغال ولا لا، ده موضوع طويل جدا، والله الذي لا إله غير، تقعد جنبي ما بتحصل حاجة، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، والله وبالله وتالله، كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما بقع واضح، الرسول قال فتنة على 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 الأمة أضر على الرجال من النساء ما ترك. أنت بقيت زول عامل فوق الود الحبيب والمرهف والحساس وعمر إحساس، أمشي دق الباب يجيك عمه أبوها كده يقول لها عمنا والله بنتك لقيتها في الجامعة ودائرة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فهمت؟ بعد ذاك تحت النبق تألف فيها قصيدة تعمل فيها معلقات سبعة ولا عشرة، زول سألك ما بعد تعرس، لكن ما ممكن هنا في الجامعة تلعب بأعراض المسلمين، فهمت؟ ودي وصية للبنات، البيت لازم تبقى عفيفة وما تبقى رخيصة، أوعى تبقى رخيصة، وكل ما بقت رخيصة بتتورط، وأنا متأكد الخلطك ده وقال له هذا ومعاه كده بعدين لما تتخرجوا تقول له اسمع عرس البيت دي، يقول لك منو؟ انت بتلعب ولا شنو؟ يقول لك انت زول فاره ولا شنو؟ ده كان زمن ساكت بتاع شباب، لكن هسه انا بقيت مولانا ويقوم يجيب له سبحه، استغفر الله، انت زول مجرم يا كلب، لعبت باعراض الناس، فبغشك سايد ورطك، وبعد ذاك تبقي في جريده حكايات وقلب الشارع، وتمشي تكتفي للصفحه بتاعت غدوني للنور، كان معي واحد
أفتاني أنه سيحبني، وكل ما لاقاني قال لي قلبي فرفر والشمس خدرت والنجوم بالليل ما ظهرت إلى آخر. وقد وعدني بأنه سوف يتزوجني وفك لي مكانات وغشاني وقطعنا النجايل فهمت ومشينا مسافات بعيدة بالكرعين وخلينا المواصلات إلى آخر. وبعد ذاك لما مشى الحلة أمه قالت لي وأنا مرجياك بتعمك، يقول لا حاجة طبعا على مستوى البيت والرأي الآخر. وبما أنه انبسغت وأنا كطالب جامعي وأرى أنه المرحلة الغادمة، أمه تقول يا زولوي اتلفظ يا ولد، بتعمك دي بس عيبة لي. يقول لا حاجة لكن ما ممكن الدغمائية دي، هذه ثنائية التفكير القطعي، لابد يكون في رأي وراي آخر. أمه تقول لا وتهوي بس بتعمك دي عيبة لي. طوالي عملوا لي نظام زي قدح كفرن سيستم يغطي قدح طوالي. ها بعد ذاك يكتب للمسكينة دي، يقول لا طبعا تلك الحاجة الدغمائية التي ما سمعت كلامي وما عبرت مشاعري وما انبسغت مع حاسيسي وهو إلى آخر، وغدا عرست بتعمي وأعتذر لك إلى آخر. ديك ديك بعد ذاك بتبقى في البلاوي دي، تقول لا طبعا والله يعني تمسك الجواب والزول ده كان واعدني، وتقعد تتبكى فهمت. تجي واحدة صاحبتها تقول لا طبعا يا أخي أنت عندك مشكلة مشاعرية ورسل لي بنت وهب في جريدة قلب الشارع. ديك تقول لا من المعذبة ألف نونها، أنت ترخيص الجزيرة ولا شنو؟ تقول لا من المعذبة ألف نونها، وكان في واحد غشيني وقال لي بعرسك و والأخت بنت وهب قودوني إلى النور. الأخت بنت وهب تقول لا هذه التجربة الأولى وعليك بالتجربة الثانية، بدل تغود إلى النور تغود إلى الظلام فهمت؟ لعب ساكت والله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة القصص قصة بنت صاحب مدين. ربنا سبحانه وتعالى حكى قصة موسى عليه السلام. ربنا قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. موسى عليه السلام لما مرق وطلبوا فرعون لقتله خرج عليه السلام لينجو بنفسه عليه الصلاة والسلام. فلما ورد مدين، لما حصل مدين لقى في بئر كبيرة في مدين، ولقى في رعاة بيسقوا في غنمهم وشيلوا من البير وكذا، ولقى في بيتين واقفات بعيد عندهم غنم بعيد هناك. مشى عليه موسى عليه السلام قال ما خطبكما مالكم؟ قال تالا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. مرى كلام مجية ومرى عفيفة، قالت له ونحن لا نسقي، عشان ما تقول لنا رح وما رح قطعت الكلام، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. نحن وكتنا لما الرعاة ديل انتهوا ويسوقوا بهايمهم حتى نحن نجي شنو؟ نجي نسقي بهايمنا ولا نختلط مع الرجال، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. طيب ما في سؤال ثاني، انت ما عندك الراجل يسقي ليك اللي جايات انت؟ عشان ما يسألنا السؤال ده قالت وأبونا شيخ كبير. عندنا أبونا زول واحد وزول كبير ما بيقدر يجي، تالي بعد ما في طريقة لكلام كثير. لكن هنا والله الواحدة ولا بتهبش ولا تجيك ناطة، يا بنت الناس ما تخلي عندك حياة، يا خلي عندك حياة فهمت. ربنا سبحانه وتعالى قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا موسى عليه السلام في شهامته. موسى عليه السلام زول شهم وزول بتاع عرق، زول راجل رجالة، هكذا هم الأنبياء عندهم الشهامة والرجالة دي. هذه قيم مفروض تكون موجودة في الشباب. واحد تلقاه بيلعب بأعراض الناس، برضو انت عندك أعراض، انت عامل فوق شفت بتهتك عرض زول، في شفت تاني بيجي بيهتك عرضك في البيت فهمت. زي ما انت عملت هذا دين لابد من قضائه. قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال عمر بن الخطاب قال جاءته قائلة بخمارها على وجهها ومطاطئة رأسها. شوف البيت دي مؤدبة كيف، والله سي في واحدة انت في الكاشير تدفرك تقول سادومبا، والله جد يا بنت الناس ده شنو ده يا حياة ده كويس. ربنا قال جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي، أنا ما عندي معك موضوع، موضوع مع أبوي هناك، إن أبي يدعوك ليجزيك، شوف الخطاب كله راجع لأبوه هناك، أنا ما عندي معك كلام، ليجزيك أجر ما سقيت لنا. دايرني ليه؟
وفي شنو؟ ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ده دايرك عليه. فذهب موسى عليه السلام، فهمت؟ فكانت امرأة عفيفة، عفيفة ربنا سبحانه وتعالى حافظها وزوجها لنبي، زوجها لنبي من الأنبياء. ولذلك الواجب على بنات المسلمين إنه الوحدة تكون عفيفة، ها؟ تكون عفيفة وتعلم تماما أن هذه مغروسة في الرجال. لو أنت بجد دار تعرسي راجل، وهذه غريزة في الرجل والمرأة، إنه أي واحد دار يكمل الثاني، كويس؟ لو أنت أصلا بجد دار راجل، راجل تامي ما يكون نص استوى، فهمت؟ أو بيض فاسد. أنت لو دار الراجل نجيض، الراجل النجيض دار البيت اللي بتكون عفيفة وبعيدة من الرجال، ما دار له واحدة تعت لخبطة ولا كذا. لأنه بقول لك أنا بشتغل، بتخرج من هنا اقتصاد هندسة غيره غيره غيره، بمشي بسافر، أمشي الخلا، أمرق برا السودان، أعمل غيره من الأمور، بكون بعيد. ولازم تكون المرأة البعريسة دي لما أقفل على الباب أنا أكون مطمن، أكون مطمن. ودي بتكون سبب في ضياع البيوت. عشان كده غالبا بتلقى النسب الزواج من الخلط بتكون بسيطة. ولو في زواج، لو في زواج كله بينتهي بالطلاق، كله بينتهي بالطلاق، فهمت؟ ليه؟ لأن أخواننا بديت بشنو؟ بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من الحرام. والراجل عليه أن يكون كيوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام عرض عليه الزنا، وكان في بيت امرأة العزيز، وفي بيت العزيز، واجتمعت فيه من أسباب الزنا أشياء كثيرة، منها أن يوسف عليه السلام كان وسيما. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: رأيته ليلة أسري بي وقد أعطي شطر الحسن عليه السلام. ومنها أنه كان شابا، شابا والشباب فيه القوة. ومنها أنه كان أعزبا لا زوجة تكسر شهوته. ومنها أن يوسف عليه السلام كان خادما، والخادم يدخل بيت سيده ويخرج من غير شبهة. ومنها أن يوسف عليه السلام كان غريبا. بيقول لك بلدا ما بلدك ما تتم المثل، خلوه خلوه، فهمت؟ دي اجتمعت في يوسف. ومنها أن امرأة العزيز هي التي دعته، قالت هيت لك، ها؟ شوف بعد ده كله يوسف عليه السلام قال معاذ الله. والله يا اخواننا الشبكات الموجودة في الجامعات، أنا تخرجت من السودان والجامعات دي كلها لفينا، جزيرة، سنار، دمازين، ها جامعة الخرطوم، الجامعات في الخرطوم كلها، كسلة، القضارف، بور سودان، غيرها من الجامعات، عطبرة غيرها. النسب بتاعت الشبكات تحت الدعارة دي، ودي شبكات شغالة شنو؟ شغالة تهدمكم انتم. واحد بيعمل لك فوقها مفتح، انه مثلا رمضان قرب، انا ما بتكلم معاك كشاب، انت قال انا جاي من وين؟ ولوك الجماعة دول طبعا بيتكلموا من كوكب ثاني، اصلا انا معاك هنا في كوكب السودان ده، فهمت؟ هنا ده معاك شريحتي سوداني ومعاك سوداني، خليك سوداني، فهمت؟ انا معاك هنا ومعايش الواقع، ولا انا مقفل ولا شنو؟ انا غاملني في عيش، عارف معاك الحاصل. المهم فشوف الشبكات دي قاعده تورطك، واولاد ناس وبنات ناس ضيعوهم ضيعوهم، وبينشروا فيك ال 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 الامراض تحت الزنا والبلاوي. يا اخ اعجب موقف، والله انا الموقف ده حيرني. واحد دكتور قرب يتخرج قبل 3 سنة، بس يكون يتخرج من جامعه افريقيا، كان شغال في الجديد ده اسمه شنو؟ في الصحافه ده، الحوادث بتاعت الصحافه، ابراهيم مالك. قال لي اغرب مشهد جانا نحن، الجماعه بيخلطوا تحت كوبري الفتيحات، ها؟ مشوا من الصباح، البت اللي قالها بسلاع عبايه مرقت من البيت، ماشي الجامعه ادوها القروش، حصلت الحفله، ايوه يا فلان انت وين؟ انا في النفق، تنزل النفق، انت ما قلت ماشي الجامعه، الذي ماشي النفق، وعداك الله كريم. المهم تلقاهم قاعدين للعصريات ولغايه ما الواطه تظلم، بيجوا ناس الشرطه يجوا يشوفوا الحاصل شنو، يمكن يلقوا ولد مجوع ولا حاجه، والله ما معروف، يعني في ولد وبيت وفي شيطان، حيكون في شنو يعني؟ في بيقروا في سوره الفاتحه ولا بيحفظوا في سوره النحل ولا فسروا في سوره النبأ، ما زينا يعني حيكون شنو؟ نحن اصلا بنتكلم معك بالواضع عديل كده، ما بنلعب معك، فهمت؟ ده ناس الشرطه جو ماشيين جنب المغرب او قبل المغرب ببسيط، لقوا واحدين في حاله بتاع الزنا،
وحصل لهم تشنج، الله يكرمك ما قادرين يتفكوا من بعض. جو ناس الشرطة ستروهم، جابوا لهم ملاية لفهم ورفعهم، قال لي والله مدخلينهم في المستشفى، الناس خجلانين لهم، المستشفى دي كلها مدنقرة، لغاية ما ادوهم حقنة منشطة حتى بعد ذاك الله ستر. يا ناس أسي في داعي ليه ده؟ أنت ما ممكن ربنا يقبض روحك وأنت بتسوي في البلاوي دي؟ عشان كده أنت ما تعتقد، ما تعتقد أنك بتفوت ربنا أو بتخادع الله. ربنا سبحانه وتعالى قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ما تفتكر أنك تفوت أو تخدع الله، ولذلك تكون إنسان عفيف ومستور. فاجتمع في يوسف عليه السلام من أسباب المعصية، هذه الأسباب الكثيرة، فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ربنا سبحانه وتعالى رفعه وبقاه هو الملك يوسف عليه السلام بعد سنين. عشان كده أخواننا صلي عقيدتك وحالك مع الله، كما في حديث ابن عباس قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ حدود الله، الله بيحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فدي نحن وصيتنا للناس، ما دارين من الناس انتخابات ولا دارين تشجيع ولا غيره، نحن دارين الناس يعني يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتركوا هذه الأمور، وإنه يكون أي واحد فينا يا أخواننا، أي واحد فينا يكون هو أداء لأن يصلح مجتمعه وأسرته، ولأن ينشئ أسرة صحيحة تنهض بها الأمة. بالطريقة دي نحن ما بننهض إلا إذا رجعنا إلى الدين، كما قال عمر بن الخطاب نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الحق والخير. جزاكم الله خير. إن شاء الله المحاضرة أذكر بها في مجمع الإعدادية بعد صلاة المغرب. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.